نعم، فإذا هنا ملاحظات لابد من بيانها. فيترتب على ذلك إخوتي في الله أن التطوع الذي استثني في هذا الحديث هو استثناء ماذا؟ منقطع وليس متصلا. فمذهب الجمهور هو المذهب الراجح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ أي غيره في الصيام؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فإذا من نوى أن يخرج زكاة فريضة فوضعها فلا يجوز له أن يرجع في زكاته. لكن إنسان آخر زور في نفسه، بمعنى رتب في نفسه أن يخرج 100 دينار صدقة نافلة، ثم إذا به يتراجع، فهل إذا تراجع يأثم؟ لا يأثم، لأن الفريضة هو الذي لا يجوز له أن يتراجع فيها. كذلك من افتتح صيامه ثم جامع أهله، فهل له ذلك؟ له ذلك. أراد أن يأكل الطعام، له ذلك. فهذا من السعة في دين الله عز وجل. فما كان من هذا الرجل